ومجموعة من المعطيات استقاها لنا الزميل عمر ميرة في الروبورتاج التالي رفقة بوجمعة الزوي ونماء المغفري. وهم يطفئون شمعته السادسة عشر اختار القائمون على شأن نصف ماراثون مدينة العيون الدولية الوقوف على كل صغيرة وكبيرة حتى يتخلص الهاجس التنظيمي من كل شائبة أو استعصاء. الهاجس الأكبر اللي كيكون عند المنظمين هو هاجس التنظيم، ولكن بالمناسبة تقدم بالشكر لجميع السلطات المحلية والمدنية اللي ساهمت بشكل كبير في تنظيم هذا السباق معنا، ويعني تنظيم المدار اللي ممتد على مسافة 21 كيلومتر. كنظن على أنه في هذه الأجواء المطرية المباركة اللي همت الأقاليم الجنوبية كان تنظيم اليوم رائع، كانت أجواء مناسبة لإجراء السباق. المقاربة الفنية فرضت على أهل الاختصاص توجيه الدعوة إلى أجود المتسابقين رفعا من القيمة النوعية لموعد أصبح ثابتا في أجندة كبار العدائين. الآن الهدف من هذا السباق ديال اليوم هو تحطيم الرقم القياسي السابق اللي هو كان في ساعة وجوج دقائق، والآن اللجنة المنظمة كتطمح إن شاء الله وكنتمناو بمناسبة هذا الجو الجميل اليوم وكذلك سقوط أمطار الخيام على مدينة العيون باش السباق يكون أسرع. أما بخصوص البوديوم فكانت رتبته الأولى من نصيب الكيني الأصل القطري الجنسية نيكولاس كومبوي بعد أن اجتاز خط الوصول في زمن قدره ساعة وأربع دقائق وأربع ثوان. أما سباق الإناث فالتتويج كان من نصيب المغربية ليلى أفيلا من نادي عين حرودة بعد قطعها للمطار في زمن ساعة وخمسة عشر دقيقة وعشرة ثوان. هذه السنة هذه أكدنا على الجودة ديال العدائين، وكان حضور نيكولا كيمبوا مع المجموعة المغربية يعني المنتخب المغربي كله كان حاضر معنا وفاز بهذه الدورة هذه بواحد طاكسي كبير، وكيبين بأن كان حضور ديال العدائين في مستوى عالمي، وأيضا ما نساوش الفوز ديال العداء المغربية فيلا، وهذا كيشرفنا كلنا وكيفرحنا بأن الفائزة كاينة مغربية وكاين عندنا الفائز إنسان في مستوى عالمي كبير. أنا سعيد بفوزي بنصف ماراثون العيون، استعديت جيدا، أشيد بالتنظيم الجيد لنصف الماراثون هنا بمدينة العيون، وسعيد عموما بتواجدي بهذه المدينة الجميلة مدينة العيون. أنا من شت بعد العداءات كنت متخوفة من السباق، الحمد لله شديت المبادرة من الأول وبقيت غادة، والمدار شوية كان صعيب وكانت بعد الرياح، الحمد لله هذا الفوز جاء عن فضل التدريب ديالي المدرب ديالي حاج عبد القادر معزيز، الحمد لله. النسخة السادسة عشر إذن شكلت فرصة لتكريم وجوه أسهبت في تنشيط الفعل الرياضي بمدينة العيون وباقي أقاليم الجنوب، وهي تعبير آخر يعكس نضج المنظمين وانفتاحهم على أشكال أخرى لها أكثر من بعد ومعنى. نصف ماراثون العيون في دورته السادسة عشر راكم شوية ديال التجربة وشوية ديال الخبرة، ومن خلال هذه التجربة والخبرة وحضورنا في مجموعة من السباقات كان آخرها في طنجة استطعنا أننا كما شفتوا اليوم كان واحد النوعة يعني كبيرة في نقلة نوعية في تغيير الشكل النظام ديال وصول المتسابقين، فلذلك الحمد لله احنا فرحانين لهذا المستوى وهذا النوع ديال التواصل اللي بيننا وبين المنتخبين، ونبغي أننا ننوه بكل وسائل الإعلام وبكل الناس اللي شجعوا نصف ماراثون العيون، لأنه ماشي نصف ماراثون الساقية الحمراء، هذا نصف ماراثون مدينة العيون. تبقى الطبعة السادسة عشر لنصف ماراثون العيون منعطفا لمراكمة مزيدا من الخبرة الميدانية في أفق نسخ أخرى أكثر قيمة فنيا ورياضيا. إذن أسماء لعداء دوليين مرموقين وكذلك تنظيم محكم وأجواء طقس ملائم هي معطيات ميزت النسخة السادسة عشر لنصف ماراثون العيون الدولي في نسخته لهذه السنة، وبرهانات كبيرة ستنظر اللجنة المنظمة في احتضان النسخة المقبلة. من ساحة السباق هذه تحيات بوجمعة الزوي، عمر ميارة، برنامج الفضاء الرياضي قناة العيون. نبقى دائما مع هذه التظاهرة الرياضية الكبرى ومجموعة من التصريحات التي قمنا باستقائها خلال هذه التظاهرة لنتابع.
فعلا هذا الحلة الجديدة ما هي بحال يعني السباقات السابقة، كانت واحد الحلة في المستوى الرفيع، كان واحد يعني واحد كان واحد الحفل مميز بما فيه كانت اللجنة المنظمة طلاب من المعهد الإعلاميات اللي شاركونا وأزرونا تقريبا مدة 30 يوم اللي أزرونا في هذا يعني في هذا التظاهرة اللي تقامت اليوم. أنا كنشكر جميع من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذا الحلة 16 وجميع يعني اللجنة المنظمة وكذلك جميع من أزر هذا الماراثون. أول مرة كنشاركوا في هذه النسخة اللي هي نصف ماراثون النسخة 16، الحمد لله كان ناجح بواحد النسبة كبيرة. كنا مشاركين بالنسبة كشركة ممول رياض الصحراء، دعمنا تعاوننا مع اللجنة باش يدوز هذا الماراثون في أحسن الظروف والحمد لله كان ناجح. اولا وقبل كل شيء نشكر نادي شباب الساقيه الحمراء على الاستضافه ديالو مدينه العيون والتكريم اللي قام به نادي شباب الساقيه الحمراء في اتجاه رئيس شباب بن قرير. من جهه اخرى الملتقى انس ماراثون الدولي مر في جو رياضي اخوي رحب. ثانيا من خلال هذا المنبر كنبلغوا جميع الفعاليات الرياضيه والرياضيين والرياضيات بحضور بنصف ماراثون الدولي اللي غادي تشهدوا مدينه بن قرير في السنه المقبله في شهر 4، وذلك تحت سياسه ربط وسط بجنوب والاحياء صله الرحم بين القبائل الجنوبيه وقبيله الرحامينه بحكم الامتداد التاريخي الذي يعرفونه. والسلام عليكم. تاج مولاي اسماعيل 62 سنه، قدماء متطوعي المسيره الخضراء وقدماء الدائن ولايه الدار البيضاء الكبرى. كنشكر نادي شباب الساقيه الحمراء على هذا الاستقبال. انا قد جيت هنا في سنه 2000 يعني 14 سنه وكنشارك منذ الدوره الاولى الى الدوره الاخيره، وهذا ونصف ماراثون ديال مدينه العيون في يعني في تطور احسن فاحسن، والحمد لله انا فرحان. انا بين المشاركات في الماراثون، المهم الاجواء التنظيميه كانت في مستوى ومهم عقبه ان شاء الله المشاركه اخرى ان شاء الله باذن الله. والمهم هو المشاركه، الانسان المهم يشارك يعني الروح الرياضيه يدير المجهود ديالو وعقبه ان شاء الله المشاركه اخرى، والله ينصر سيدنا محمد السادس الله ينصره. بالنسبه لي كانت منافسه قويه شويه وكان الريح شويه والتنظيم في المستوى، وبالنسبه انا ما سهلاش يعني الرتبه الرابعه حيت كانت منافسه قويه ومشاركتي جد فرحانه بها. انا جد فرحانه بالنتيجه اللي حققت اليوم، المرتبه الثانيه ماشي سهله والحمد لله السباق كان في مستوى جيد كان زعما داكشي كان الجو مزيان. الباركور شويه كان صعيب في لي كوت مي صافا الحمد لله سي تي بيان. هذه ثاني مره كنلعب في الاقاليم الجنوبيه وهذا السباق كان جميل، ولكن كان بعض الخلل في التنظيم نظرا للطريق، والطريق فيها منعرجات خاصه حنا ذوي احتياجات خاصه على الكراسي المتحركه، ولكن على العموم كيبقى سباق شيق وممتاز. وكنحيي هاد الناس هادو اللي كيقوموا بهاد التظاهرات هادي والتظاهرات الكبار، وحنا بدورنا جينا نشاركوا باش نحييه في هاد اليوم الجميل وكل شيء في المستوى تبارك الله. انا جيت سعيد بهاد الرتبه الثالثه، كنت كنطمح باش نفوز بالرتبه الاولى، وهذه اول زياره لمدينه العيون، فهو مطاف شيئا ما صعب بحكم الرياح القويه اللي كاينه في هاد السباق هذا، وكنبغي من هذا المنبر كنشكر من كل من ساعدني من قريب ومن بعيد في تحقيق هذه النتيجه، وانا هذه بدايه ديالي ان شاء الله في المسار الرياضي الحالي ان شاء الله من اجل تحقيق نتائج ايجابيه في المستقبل ان شاء الله. اكيد هذا العرس الرياضي الذي تشهده مدينه العيون وقلما نشهده يشجع الفعاليات الرياضيه، يشجع اللجنه التنظيميه اكثر باعطاء اكثر ما مجهودات من اجل انجاح ان صح التعبير. الجو كان تقريبا ملائما والاجمل من ذلك هو المشاركات النسائيه في هذه الماراثون، تقريبا مشاركتي الخامسة وفي هذه الدورة 16 نشهد مشاركات نسائية كثيرة وعديدة جدا، ما يشجع على أن التكافؤ ما بيننا وبينهم، وما يشجع أكيد هذا النوع من الأنشطة الرياضية التي تحيي مدينة العيون.
إذن كما تابعت معي سي عبد الرحيم إغري من خلال ربورتاج ومجموعة من التصريحات، مجموعة من الصور، يعني نسخة 16 نصف ماراثون العيون الدولي، نسخة قوية من مجموعة مختلف الجوانب الخاصة بهذا العرس الرياضي الكبير على المستوى التنظيمي، على المستوى التقني، على مجموعة من الجوانب. يعني كيف يعني استطعتم أن تصلوا إلى هذا المستوى الذي وصلتم إليه؟ تنظن بأن اللجنة المنظمة منذ نهاية الكنزيام المرحلة السباق 15 بدينا كنفكروا في هذا الدورة 16. إذا كان هناك مجموعة من الأفكار، إذا عقد شراكات مع مجموعة من السمي الماراثونات وسمي الماراثونات باش نستافدوا من التجربة. مثلا اتفقنا على درنا اتفاقية شراكة مع ماراثون مراكش، درنا شراكة مع نصف ماراثون الرباط. مؤخرا اللجنة المنظمة قامت بواحد الوفد برحلة لمدينة طنجة، قصد ماشي قصد النزهة وإنما قصد أخذ تجربة وكذلك الاستفادة من الأخطاء اللي يمكن لنا نتفاداو حنا. إذا هناك مجموعة من التجارب اللي خديناها، بالإضافة إذا كما قلت لك على الاتفاقيات اللي حاولنا ناخذها، كذلك حاولنا إذا سباق مدريد كما ذكر السي عبد الله جداد، هذيك ما حضرناش ليه، ولكن كانت هناك كان وفد ديال مدريد اللي كان في مدينة طنجة، وحاولت اللجنة المنظمة باش تدير واحد الشراكة باش مستقبلا إن شاء الله يكون واحد التبادل ديال الزيارات، منين نظموا هما تمشي واحد اللجنة تقنيه واداريه اللي تستافد من التجارب كذلك ديال نسمى السباق ديال ماراثون مدريد، لانه هو ماراثون اللي سبقنا في التجربه، وتتعرف بان الدول الاوروبيه فهي فايتنا مجموعه من 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 التجارب. بالاضافه كذلك حاولنا ان ندير واحد كما قلت لك واحد الشراكه اتفاقيه باش الناس ديال طنجه يجوا عندنا، ومن بينهم السي النبوي اللي هو تقريبا عنده واحد التجربه، لان حضر مجموعه من التظاهرات كمسؤول على راس تايمر، بالاضافه انه كذلك في التنظيم. اذا حاولنا ناخذ واحد المجموعه الشيء اللي اعطانا هذه الحله. بالتاكيد ونحن نشاهد هذه الصور الخاصه، قمتم بمبادره يعني خاصه باطلاق بعض الحمام في صبيحه هذا السباق، يعني الى ماذا ترمز هذه الرساله؟ هذه الرساله ترمز بان الرياضه الاهداف ديالها سلميه، من اقصد السلام والمحبه والاخوه، وكما قال في التصريح ديال الاخ اللي من بن قرير فهو صله وصل بين الشمال والجنوب. اذا نفس ماراثون فهو كما قال ماشي ديال مدينه ديال شباب الساقيه الحمراء، فهو ما فوق مدينه العيون، فهو سباق ديال المغرب كله، لانه تنبين المستوى اللي وصلت اليه مدينه العيون من جميع مثل كذا من تاكيد. كما نتابع يعني من خلال هذه الصور يعني مشاركه مكثفه لمجموعه من العدائين، وعندما اذكر العدائين فاني اذكر اسماء دوليه وازنه في هذا الصيت. اذا فاللجنه المنظمه بالاضافه كنبين بان مدينه العيون فهي الحمد لله على الامطار الخير اعطت واحد الجو ملائم أكيد. اللي يمكن يساعد العدائين على تحقيق اوقات جيده. الشيء اللي شفنا الحمد لله تقريبا جميع العدائين اللي انطلقوا فما وصلوا في السباقات السابقه، كانت الجو كانت الحراره شويه، كان العدائين لان شنو الهدف ديال المنظم؟ هو مثل العدد اللي طلق على الاقل واحد 75% منه توصل. الحمد لله حنا بحضور السيد النبوي حضر تقريبا 90% حضروا، فصلوا في وقت اقل من ساعتين. بالتاكيد حنا كان عندنا اللجنه المنظمه كنا متفقين باش نسدوا الابواب على ثلاث سوايع، اذا اخر متسابق تنظن جرى في ساعتين ونص، فهذا ربح اللجنه المنظمه، لان تنظن غيكون السيد النبوي متفق معايا، فهو الهدف من السباقات على الطريق هو مثلا اللي طلقتي واحد 2000 خصها توصل على الاقل 1900 واحد خصها توصل، هنا هي الكتله اي الكم، تلعبوا على الكم. السباقات على الطريق الهدف ديالها هو من اجل ليس من غير من الابطال بغينا نوصلوا حتى الناس الهوات تنحببهم لرياضه المشي او رياضه العاب القوى، يعني مثلا ما كاينش هناك قانون انسان اللي كيتمشى، انسان ينطلق يوصل.
بالتأكيد، وهذا ما يعطي مصداقية أكبر لنصف ماراثون العيون الدولي، ويصبح يعني موعد مهم في أجندة العدائين الكبار. أنتقل إليك السيد يوسف النبوي، نحن نتابع بعد قليل بعض الصور الخاصة بالسباق. الأكيد أنكم يعني تستعملون يعني مجموعة من الآليات الحديثة من أجل مواكبة هذه السباقات، ويعني إعطاء هذه المواعيد الرياضية الكبرى صبغة يعني تقنية أكثر. ماذا يمكنك أن تقول لنا حول هذا الموضوع؟ بالنسبة للسباق ونيفو ديال التايمين كما كتقولي، فاحنا كنضمنوا لأي عداء واخا يكون مليار البشر هو لو بوان زيرو. يعني كاين جوج أنواع ديال التوقيت عند الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي عنده البروتو تايم هو التوقيت الرسمي، ولكن فما بالك إلا كانت ما بالك كانت 20,000 البشر، يعني انطلاقة ديال المسدس يعني زيرو واحد من انطلاقة العداء الأول آخر عداء كتطلب على الأقل نصف ساعة ولا 20 دقيقة. ولكن كيفاش هذا خرج في من هنا يعني عنده 20 دقيقة زايدة، ولكن احنا كنعطيوه لو نيوتو تايم. نيوتو تايم هو التوقيت ديالو الخاص، يعني كل واحد بحال تضرب ليه بيستول فاش كيدوز في كيفرونشي لا لين دو ديبار كيبدا التوقيت ديالو هو هذا، كيتسمى لان من خلال ايضا كما ذكرت لي من خلال الكواليس ان هناك شريحه ملصقه اي ملصقه كتكون هي باش كنعرفوا حنا هذيك فاش كيدوز في كاين دي ريدرز كتقرا كتعطيه له تايم زيرو في الانطلاقه ديالو. من بعد حنا كنتبعوه كنعرفوا في السباق كنعرفوا لا فيتاس ديالو لاكسيليراسيون كيفاش كي اوغمونطاسيون دو لا فيتاس، وفي الاخر فاحنا النتائج كتكون عندنا مباشره كنديروها في الانترنت. هذا هو الشيء الجديد. ايه. هذه السنه هي المتابعه المباشره من خلال متابعه النتائج. كنت نعم. واحد السيستم مع شرحه بالعربيه سيستم ليدر بورد، يعني ممكن تتبع مباشره السباق عبر الانترنت في السيت ويب ديالنا، كتبع السباق مباشره كما ايضا يمكنك تتبع مكان المتسابق مباشرة وهو يجري على مضمار السباق. مضمار السباق كتعرف لان من خلال لاكسيلاراسيون ديالو ومن خلال مرور عبر نقاط الكونترول مراقبه بالضبط. ونحن نتابع هذه الصور الجميله. العدائين يقومون يعني هنا بالجري خلال مدار انطلق من ساحة المشور بالعيون وجاب مختلف شوارع المدينة مرورا بسد المسيرة الخضراء. غير إضافة أخت للتوضيح اللي قال سي نبوي لأنه يمكن ما لأنه تكون هنا سيد عذرا على المقاطعة، ولكن هنا النقطة التي يعني نعم الكيني أو القطري كيمبوا نقطة التحول هنا ينطلق من اجل الرياضه في السباق. تنظن بان العدائين الوطنيين تقريبا مجموعه من العدائين اللي لعبوا اكثر من اربع مرات خمسه مرات في مدينه العيون، اذا هما حافظين المطاف. اذا الكيني اول مره كيلعب في مدينه العيون هو كان في تنظن في الكيلومتر الاولى كان من الوراء، ولكن كان يراقب ولكن من اللي في الكيلومتر 10 اي نصف 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 السباق حاول يغير من الريتم اي السرعه ديالو، لان حس بان المغاربه بغاو يتعبوه، لان هما مجموعه تنظر هنا مجموعه ديال يقومون بالتناوب على التناوب على الكنين، هو الواحد الكنين الواحد اللي هو اللي عنده سرعه نهائيه وعنده هذه السنه اقل ساعه وصفرين. اذا احسن متسابق في هذه السنه اللي كيلعب في ساعه، اذا المغاربه كيلعبوا في ساعه و4 دقائق و5 دقائق، اذا هو اسرع منهم تيحاولوا باش يتعبوه باش يبقاو هما احرار في الكيلومترات الاخيره. ولكن الكيني كيحاول كيدير القطري الكيني الاصل ودول الجنسيه القطريه كيحاول كي مره تيطلع ومره كيهبط باش يعرف المستوى ديالو. هنا نقطه التحول الكيني، انظر كيف سينطلق. نعم إنه هو عارف هنا نقطة التحول في السباق. الكيني يعني يحتل الريادة حتى نهاية السباق. كما جاء على التصريح ديال السي بن مزيان قبيلة أن القطري سريع، وبأنه هو في العقبات ما كيطلعش قدام باش يبقى مرتاح. إذا هنا من اللي حس بأن المطاف ولا مسطح راه شتي يغير في السرعة ديالو النهائية، بالإضافة أنه الكيلومتراج
عنده في الساعه ديالو اكيد حتى الكرونو الذي تحمله السياره سي يوسف يلعب دور كبير من اجل مساعده العدائين. بالضبط ايقاع العداء. غير نزيد واحد النقطه تقنيه هنا، العداء الكيني كان ذكي على المغاربه، الا لاحظتي واحد اللحظه خرج ورجع للور. علاش رجع للور؟ لان لقى الرياح كتقاومه في ديك المقاومه ديال الرياح. يعبر عن مجموعه كان ذكي ذكي بزاف، لان تجربه في الماراثون ذكي. الا لاحظتيه فهو خرج غير من ايقاع السباق ورجع لقى الرياح كتقاومه، يعني غتطلع عليه لاسيد اوتوماتيكمون، غادي يعيا في الكيلومتر، ما يبقاش عنده السرعه النهائيه. رجع لورد العدائين تخبع حتى كيشوف ما لقاش الرياح وخرج. في ديك اللحظه فاش لقى بان الجو عادي فخرج. والسباق كما كيبان لي انا فهو كان تكتيكي بزاف اكثر ما هو كان سباق على التوقيت، فكان الاضافه للسيد النبوي ديك النقطه اللي قلنا قبيله، كان كيرجع اللوف وكيطلع العداد. انظر للعداد هنا، لا هو اول اي عداد كيلعب على الكرونو كيعرف هو شحال كيمشي بالكيلومتر. الا هو حتى وضع بعض البورت دو كونترول في الطريق. نعم. شنو الدور ديالها؟ هذوك هما باش كنعرفوا العدائين في التوقيت من 5 كيلومتر، كنعرفوا متى دازوا 5 10 كيلومتر 15 كيلومتر والنهايه. هذوك الى لو بوان دو كونترول باش كنعرفوا داز ولا ما داش. ما يعزز ويؤكد يعني التوقيت وصحه ودقه التوقيت ومرور العدائين. كما قلت لك كمل، انه مثلا كانوا هما سته هو بوحده طلع واحد الوقيته طلع شافهم باقيين صحاح باقيين شادين فيه. هو يرجع لان تشوف صاحبك اللي كتكون كتجي فيه، كتشوف صاحبك واش باقي عنده اللياقه باش يتبعك. هنا الان راشتي بدا المستوى كيطلع ديالو، بقاو غير ثلاثه، الاخرين ثلاثه مشاو، اذا هنا عنده ثقه في النفس، يمكن ثلاثه يقدر يقاوم. اذا هنا يلا ما بقات لي هنا الكيلومتر، يعني كما قال سي يوسف النبوي السباق كان تكتيكي 100%. لا انا عارف لان حافظ مزيان. هنا الكيلومتر 18. لا هنا امام فندق المسيره هنا في شارع مكه، اخر نقطه كيلومتريه ممكن انه من هنا كل مازال خايفين بيناتهم. دابا هو عارف بانه الديبار من مشى ما قال ليه والو، عارف لان هنا الديبار لاريف، عارف دابا هنا السرعه النهائيه باش داهم. هما تعبوا صافي، لان هما داروا المجهود الكبير. دابا هما كما قال لك السي النبوي كانوا هما اللي كيمشوا مع البرد. هو كان مستغل ذاك بطبيعه الحال. اذا كيحافظ على الطاقه ديالو هنا شتي السرعه النهائيه بالتاكيد. وارجع اعود الى نقطه خط الوصول التي اثرتها، يعني لعبت شكل او دور كبير في اضافه يعني نقله نوعيه في هذه النسخه 16، وهي نقطه الوصول بهذه الطريقه. الصراحه الفكره ديال الانجاز، يعني فاش كتعرف في السباقات على الطريق فهما هما سباقات الهوات، فهما كيتكوميرسياليزا، يعني باش انك تجيب محتضنين كبار للعام اللي ما يجي وتحاول تقنع الناس بانه مثلا يحتضنوا نصف ماراثون بحال شي. المحتضن كيضمن لا فيزيبيليتي ديال الرؤيه ديال المحتضن. في السنوات اللي فايتين كتلقى شركات عاطين فلوس وكتلقى الجمهور اللوغو ديالو مورا الظهر ديال الجمهور. هذا كان خطا، وحاولنا مع الاخوان سيري غيري ان حطينا واحد الكروكي باش حنا نضمنوا الرؤيه. بين الافكار والخبرات التي انت يعني اكتسبتموها من خلال ماراثون طنجه كما ذكر سي إغيري وسي عبد المجيد داد. بطبيعه الحال وحاولنا بان نضمنوا للمحتضنين الرؤيه ديال اللوغو ديالهم، علاش حتى تكون يعني مرور العدائين رؤيه واضحه لمرور العدائين او دخول العدائين لخط الوصول. هذه كانت نقطه كانت في السابق كانت تشكل يعني اشكال بالنسبه لنا. هذا هو الاشكال رجال الاعلام. انا كنشوف نصف ماراثون ديال العيون كان عنده هذا مشكل كبير، مشكل ان في النهايه السباق كيكون مزيان من ناحيه المدار، ولكن عند نقطه الوصول كيكون مشكل كبير، مشكل الناس. حتى الناس ما صراحه ما كتساهمش، كاش بان ذاك العداء جا يجري جا ضرب 21 كيلومتر خصو يدخل مرتاح، يلقى الماء، يلقى الرافيتايمون، يلقى طواليت شيميك، يعني كما كيخدموا الناس برا. اكيد وهذه السنه يعني بدايه يعني فكره يعني نقله نوعيه ولكن بديناها دي مويان دو بور، يعني بامكانيات مبسطه، ولكن كان عندها نتائج ايجابيه كبيره كانت واضحه، يعني لكل من حضر السباق لاحظ بان المستوى التنظيمي كان. عندي واحد بعض التعليقات ديال شي اخوان جاوا جراو في تابعين لشركه الاو سي بي الجديده، ولا ان
كتب واحد في الفيسبوك وهو كان معاه بارطاج بان اول جرى تقريبا 12 سنه في العيون، اول سنه كيحس بان جرى سمي ماراطون بان لقيت الماء ولقيت رافيتايمون لقيت الفينيش خاوي، اول مره كان كينضموا مدينه كينضموا لاريفي في مدينه العيون. وهذه نقطه اضافيه للنصف ماراطون العيون الدولي في نسخته السادسه عشرة. إذن مشاهدي الكرام ننتقل الآن إلى ساحة السباق ومع اللقاء الذي أجراه الزميل عمر ميرا رفقة بوجمعة الزوي مع سيد باد بلاهي عضو اللجنة المنظمة. إذن تعيش مدينة العيون اليوم أجواء النسخة السادسة عشر لنصف ماراطون العيون الدولي. هذه هي النسخة التي تميزها مجموعة من المعطيات، هناك أجواء مناسبة للتباري وكذلك هناك أجواء احتفالية كبيرة وتنظيمية كذلك. بهذا الصدد استضيف السيد بلاهي بواد حول هذه التظاهرة التي تصل اليوم النسخة السادسة عشر. أولا مرحبا بك بلاهي. شكرا لاخ ميارة، شكرا لقناة العيون الجهوية اللي هي سباقة دائما في تغطية الأحداث الرياضية لمدينة العيون. كما تعرفوا بصفتي مدير للدورة ديال الماراطون اللي لله الحمد الآن وصل النسخة السادسة عشر. كيف ما قلت هذه النسخة اللي هي نسخة مباركة لأنها جات في أجواء مطرية كتشهد الأقاليم الجنوبية ولله الحمد والشكر. بالمناسبة تقدم للسيد والي الجهة ولجميع المنتخب مجالس المنتخبة إلى عصبة الصحراء لألعاب القوى على الدعم اللي قدموه على المجهودات على جميع إلى جميع المنظمين الحب بما فيهم الحكام والتقنيين. والماراطون كنظن على أنه هذه السنة ناجح نظرا للزخم الكبير ديال العدائين اللي شاركوا ونظرا أيضا لجودة العدائين لأن هناك الفائز بطل العالمي السابق اللي هو فائز ماراطون شيكاغو، هناك بطل العالم ايضا، هناك بطل المغرب في الماراطون، يعني عدائين لهم وزن ولهم باع في السباقات حول الطريق. نتمنى على انه النسخه المقبله ان شاء الله تكون احسن. مع الاسف كنا اليوم نطمحوا في ظل هذه الاجواء الجيده لتحطيم الرقم القياسي، ولكن ربما عامل تهاطل الامطار والبقع اللي متواجده على 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 الطريق هي اللي حالت من السرعه ديال العدائين. ولكن نتمنى على كل حال الماراطون داز اجواء جيده وكان الحضور مكثف، كانت جماهير اللي حجت، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا لمن كل من ساهم من قريب او بعيد في نجاح هذه التظاهره الرياضيه. شكرا لك بالله. غادي نبقى معك في كلمه اخيره هو على ان طموحاتكم في النسخ القادمه ان شاء الله، على انكم الان تصلون النسخه السادسه عشر، هذا رقم مهم اكيد، على انكم الان تفكرون في الدوره القادمه وبطموحات اكبر. بكل تأكيد هو كل دورة كتجي من بعد الدورة إلا واجب علينا على أن نشوفوا ننصحوا أولا الأخطاء اللي ارتكبناها في هذه الدورة، وثانيا يكبر الطموح لأنه احنا اليوم كي قلت لك على أن كان الطموح ديالنا هو في ظل هذه الأجواء المطرية المباركة على أنه كنت تحطم الرقم، ولكن مع الأسف كيف ذكرت لك السبب على أنه نتمنى على أنه النسخة المقبلة إن شاء الله يتضاعف عدد المشاركين وتكون جودة العدائين العالميين اللي كيشاركوا معنا، ونتمنى إن شاء الله النجاح للنسخة المقبلة بإذن الله تعالى. سيد بلاهي باد شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات ونتمنى استضافتك في النسخ القادمه ان شاء الله. اذا مشاهدي الكرام كانت هذه تصريحات للسيد بلاهي باد رئيس او مدير الماراطون النصف ماراطون الدولي لمدينه العيون في نسختها السادسه عشر. نتابع باقي التصريحات. إذا سي عبد الرحيم إغري يعني كما تابعت يعني إشادة قوية بالمستوى التنظيمي لنصف ماراطون العيون الدولي في نسخة السادسة عشرة، يعني من خلال التصريحات التي تابعناها قبل لقاء السيد بد بلاهي كان هناك تصريح خاص ب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذي عبر عن يعني هناك بعض المشاكل في المضمار. تنظن بان هاد النسخه هذه السادسه عشره ما كانش شي برنامج خاص بذوي الاحتياجات الخاص، ولكن مبادره من اللجنه المنظمه حاولنا نشاركوا ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن بما انه كان عداء واحد ما يمكنش نديروا ليه مطاف خاص به، حاول يجري هو نصف ماراطون العيون. اذا لقى مشكل مساله طبيعيه لانه عنده دراجه كيجري عليها ماشي بحال الانسان اللي كيجري، وتنظن هذه بادره، وتنتمنى ان شاء الله في السنوات المقبله باش اللجنه المنظمه ان شاء الله تفكر باش تعتاد الفئه نعطوها واحد الحيز ديالها لان هما كيستحقوا الدعم وكيستحقوا التشجيع، وان شاء الله غادي نفكروا غادي نجلسوا مع اللجنه المنظمه باش ان شاء الله يكون واحد السباق خاص ومضرب خاص
بذوي الاحتياجات الخاصه اللي هما خوتنا ولادنا واصدقاء ديالنا واحبابنا. اذا تاكي لانها بادره تشجع على يعني ادماج هذه الفئه في مثل التضامن ان شاء الله، لان تاهما عندهم حق ديالهم عندهم كذا. بغض النظر عن انكم تبحثون عن التجربه والخبره في بعض السباقات والماراثونات الدوليه في باقي ربوع ومدن المملكه، هناك يعني بعض رؤساء النوادي من مختلف مدن المملكة حضروا نصف ماراثون العيون الدولي من أجل اكتساب الخبرة والتجربة، ماذا يمكنكم أن تقول حول هذا الموضوع؟ خصوصا أشيد هنا بالسيد محمد المفنن رئيس نادي شباب بن قرير الذي عقدتم معه اتفاقية في هذا الموضوع. نعم، بأن تنظر كما كتشاهدون أنتم بأن منذ مدة في مدينة العيون أصبحت تعد من أحسن قاع على كذلك العصاب من ناحية العصاب على الصعيد الوطني، لا من ناحية التنظيم لا من ناحية تطبيق البرامج. نتكلموا على الجانب نصف الماراثون السباقات على الطريق وبالاخص نصف الماراثون، ونتكلموا كذلك على العدو الريفي كذلك والعاب القوى. اذا هناك مجموعه من الانديه اللي عقدوا شراكات مع اللجنه ديال نصف الماراثون وكذلك مع عصبه جهه العيون بوزدوف الساقيه الحمراء. انهم اللي كيجوا تنظن نظمنا بطولة المغرب للناشئين في ألعاب القوى، وكذلك الملتقى الفيدرالي في ألعاب القوى بحضور السيد الرئيس، وكنتم نتوما وشاد بالتنظيم ديال العصبة وقال لنا بالقول بأن مدينة العيون تستحق الميدالية الذهبية. إذا كذلك في الجانب ألعاب القوى السباق تاع الطريق، فمدينة العيون الآن كما قلنا الدور 16، إذا الدور 16 ما جاتش على الفراغ، إذا هناك تراكم واحد المجموعة من التجارب وكذلك إذا ولينا حنا قدوة ولو بعد الانديه وبعد العصاب اللي كيجوا كيحاولوا يعقدوا معنا شراكات باش يستافدوا من التجربه ديال مدينه واللي انتج عنها يعني دعوه رسميه من رئيس شباب بن قرير. نعم، من اجل الحضور وتقديم المساعدات للسباق الذي سيكون بمدينه بالمناسبه. كنشكروا السيد الرئيس ديال شباب بن قرير ونتمنى له ان شاء الله التوفيق، ونتمنى ان شاء الله باش نحضروا للسباق ديالو بحضوركم انتم ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. انتقل لك سيد يوسف النبوي، يعني بتأكيد أن نسخة هذه السنة 16 نصف ماراثون العيون الدولي يعني شهد يعني تنظيما محكما وأشاد به الجميع، يعني وخصوصا يعني نقطة لاحظتها أيضا هي مشاركة كبيرة لمجموعة من الشباب في دعم وإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، يعني كيف كان للشباب دور في إنجاح هذه التظاهرة؟ اولا هذه فرصه باش نشكر دوك الشباب اللي بين نشكرهم بزاف، متطوعين كانوا رائعين الصراحه. هما بالمناسبه من معهد التكوين المهني، كانوا رائعين الصراحه، كانوا رائعين. كنا حاولنا ندخلوا ليسبري دي بينيفولا، ليسبري دي بينيفولا في التطوع. هذا في الملتقيات العالميه الكبيره دائما اللي بينيفولا هما اللي كينجحوا الحدث. نعطيك مثال، لأن مثلا هناك رغبه في الشباب كإنتاج العطاء، لان الشاب ان جون كيبغي يعطي شي حاجه سيتو في ان ايفينمون فاش كتفاهت بحال هذا انترناسيونال كتعطاه الفرصه كيبغي يفجر داك كيشاهد التظاهرات على التلفزه كيكون كيتمنى لو كان حتى هو يقدم شي حاجه. فهما براسهم عندهم افكار صراحه، يعني عطينا افكار مع الاخوان السيلي. ما هي القيمه المضافه التي اعطتها الرئيس سامر لتواجد هذا الشباب من خلال التظاهره؟ احنا ما جينا الصراحه بغينا كنا درنا واحد بتيت فورماسيون، ماشي شي دورات تكوينيه، ماشي شي حاجه كبيره الصراحه لان كان ضيق الوقت، ولكن احنا حاولنا ناطروهم كيفاش الدور ديال المتطوع، الدور ديال المتطوع في انجاح تظاهره عالميه بحال نصف ماراثون. وكدينا ودا صايبنا انك واحد لوكروكي اونسوم بيناتنا، وكنا فرقنا لي طاش، كانوا الصراحه ضابطين المسائل وكانوا في لو جوج زيرو، كانوا فاجئوني. انا في الاول كنت خايف، ولكن في نهار الحدث كانوا احسن. ولكن نقطه اخرى، فحتى الحكام الصراحه ساهموا في النفسيه الحكام، بحال عطاهم الفرصه، كانوا الحكام كانوا عطاهم فرصه، خلاوهم وهما بحال كتعطيه الثقه في النفس. فاش ما كتقصيش كتعطيه ليسبري انك كتقصيه، ولا ذاك الاقصاء كيخلي الشاب ما يعطيش. ولكن الحكام كانوا صراحه حتى هما كان لهم دور كبير، لان عطاوهم الفرصه هما وهما كيشوفوا من بعيد،
كان تاثير نفسي كبير عليهم بالتاكيد، خصوصا يعني ان هذا الدوره شفت لاريفي فانهم كانوا لاول، انا السمي ماراثون اول مره كيدير بهذا النظام، الماء الرافيتايمون في الطريق، يعطيو الليمون البنان التمر، يعني كان داكشي رائع. خصوصا يعني الدوره تكون يا سي يوسف النبوي سي عبد الرحيم لها دور كبير يعني في يعني ادخال هذه الطاقات الشابه في التعرف على العالم الاحترافي والمقنن لهذه الرياضه، يعني وفتح مجالات اخرى امام هاد الشباب من اجل يعني التخصص في في هاد التخصصات. هو 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 التكوين كما قال لك السي النبوي فهو كان تطبيقي اكثر من نظري، ياك بالاضافه ان ذاك التطبيق كان يوم تطبيقي اللي هو نصف ماراثون اللي قال لك السي النبوي، وكان في اليوم من بعد النظري واللي شافوه في مثلا في الطابلو طبقوه، اذا هنا كانت سهوله، اذا غياخذوا داك الشيء مزيان ان شاء الله مستقبلا غيكون عندهم واحد التجربه غيفتخروا بانهم شافكوا في نصف ماراثون العيون الدولي، لان ما يمكنش اي واحد يشافك مثلا في واحد التظاهره في المستوى العالي كما كعرفتي الا ما كانش عندك واحد الرغبه. اذا بهذه المناسبه خصوصا انه عمل تطوعي، عمل تطوعي والانسان ملي كيتطوع كيخدم 100% لانه هو باغي عنده رغبه. بالاضافه كما قلت انا والسي النبوي واللجنه المنظمه، هاد الشباب ما نخلوهمش مثل البدايه والنهايه، بغينا ان شاء الله تكون عندهم واحد الاستثماريه، اذا ندير واحد التكوين مستمر باش يتعرفوا اكثر على العاب القوى، لان يعني العاب القوى كما كعرف السي النبوي فهي كبيره، عندها دي فامي مثلا كاين الرمي والعائله ديالو كاين القفز كاين الجري، اذا حنا بغينا هاد الناس غدا نلقاهم في الملعب، بغينا شباب بغينا دم جديد كما قال السي النبوي، يعطينا واحد الجرعه ديال القوه باش ان شاء الله غدا نلقاوهم، وبغينا بالاخص الفتيات اللي عندنا قلال متاكد، وعندهم واحد مجموعه ديال البنات تبارك الله اللي كانوا في المستوى العالي وكانت عندهم مسؤوليه وقاموا بها كما قال لك السي النبوي، وعطيناهم مسؤوليه وبقينا حنا راجعين غير اللور، حنا كنشوفوا وكنعطوا بعض المسائل اللي هي صعيبه وكنا الحمد لله متاكد، وادماج هذه الطاقات الشابه وانخراطهم في هذا العمل سيلبي يعني تطلعاتي من اجل احنا باش غادي تسمحي لي باش نشجعهم، راه غنصيفطو غادي حنا وعدناهم باش نعطيهم شواهد التقديريه للبينيفولا والدور اللي قدموه، وان شاء الله غتكون فورماسيون كما قال كونتيني سيرتو في المانجمنت ليفينمونسيال وهادشي، لانهم طلاب كيحتاجوا هادشي في الكاريير ديالهم بالتاكيد. وغنتقلوا الان مشاهدي الكرام لفاكهه هذه التظاهره الرياضيه الكبرى، وهو تصريح التالي الذي استقاه زميل عمر ميرا مع السيده عائشه الباز عن مجموعه خصيفه للطرب الحساني، والتي كانت لها رؤيه خاصه عن هذا النصف ماراثون. تبارك الله ما قد دخلك سباق هو ما هو زين، واليوم بالاخص جات السحاب ومطار زين وشي زين وجاونا الضيوف الزينين وجانا شي زين، تبارك الله ما يليق فيه ما هو طش من اللحم شويه والله جي والله قد حصار قام وزرق فيه من اللبن ولا لا حات بعد شي يمسح على الاخلاق، غسل عنا المرض غسل عنا الكدار تبارك الله، والسحاب لا شي زين متلاوه نطافه ومتلاوه تبارك الله الخيام. اسمع السباق اليوم عجيب عجيب من نوع زين حتى زين مزينوا عندي قاع على المطار تبارك الله، وذي السحاب اللي تبط علينا احنا تعرف ما عارفين نمخضوا اللبن ويولدوا شياهنا ويولدوا نياقنا، سمعتي وقرايرنا ينبت فيهم الربيع نبتوا قرايرنا ومتلاون طفانا فتبارك الله ويزيدنا من نعمته وراجي من عند الله لعقبته كشره، والسلام عليكم ورحمه الله. إذا كانت هذه فاكهة هذا السباق الدولي هنا بمدينة العيون، نبقى دائما في مجال ألعاب القوى وهذه المرة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بتنسيق مع عصبة جهة العيون بجدر الساقل الحمراء، نظم نادي أشبال العيون السباق بين الجهات والذي احتضنته حلبة سد المسيرة، مزيد من التفاصيل مع محمد بتاح وبجمعة الزوي. يتجدد الموعد مع العدو الريفي هذه المرة بحلبة سد المسيرة مع السباق بين الجهات الذي عرف مشاركة أربع جهات، وهي جهة مراكش تنسيف الحوز وجهة سوس ماسة درعا وجهة قليمي مسمرة، إضافة إلى عصبة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
حيث كان التنظيم من المستوى الرفيع رغم الأمطار والصعوبات التي اعترضت سبيل النادي المنظم أشبال العيون، حيث كان الرضا التام من طرف جميع عدائي الأندية المشاركة في هذا الموعد الرياضي الذي تميز بالمنافسة القوية من أجل تبوؤ الصدارة بين العدائين والفرق المشاركة، وكانت فرصة لإبراز العدائين لقدراتهم من أجل الفوز والصعود لمنصات التتويج. الحمد لله كيف تشوفوا اليوم كانت رغم الأمطار الحمد لله ورغم الكراهات كنا نعانوا منها من تساقطات الأمطار خلال هذا الأسبوع، الحمد لله كان النشاط في المستوى المطلوب، كان السباق مر في جو وفي ظروف جيدة بحضور جميع الأندية اللي كتمثل الجهات الأربعة، والحمد لله التنظيم في المستوى الحضور في المستوى، وهذا دائما معروفة به العصبة ديال جهة العيون بجدور الساقية الحمراء اللي دائما التنظيمات ديالها في المستوى المطلوب، ونتمنى إن شاء الله من هذا التدهور اللي غادي تنطلق ديال بين الجهات اللي كانت بداية من مدينة العيون تعود عندها أهداف سارة على مدينة العيون، يعودوا عندها مجموعة من العدائين اللي يقولوا كلمة ديالهم في السباقات اللاحقة اللي غادي يكونوا في أكادير ومراكش وقليمين بالإضافة للملتقيات الفيدرالية. كان سباق مزيان في المستوى واخا الباركور كان شوية في الحجار والشتاء وكان صعيب للعدائين الآخرين، وأنا احتليت وهكا قاومت واحتليت المرتبة الأولى، وكنشكر مدينة العيون اللي رحبت بنا أحسن ترحيب، وكنشكر الأندية الآخرين اللي جاو تاهما معنا هنايا. رغم الظروف المناخية نجحت عصبة جهة العيون بوزدور الساقية الحمراء في تنظيم هذه التظاهرة. مسك ختام هذا الحدث الرياضي هو توزيع الجوائز والميداليات على الأبطال المتوجين في كل صنف ضمن السباقات المنظمة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف العصبة لتنضاف للتظاهرات السابقة والنجاحات التي تميزت بها جميع السباقات المنظمة بمدينة العيون. ننتقل الآن مشاهدي الكرام إلى كرة القدم ونتابع الآن النتائج الكابلة مرفقة بالترتيب وبرنامج الدورة المقبلة والخاص بقسم القسم الثاني النخبة لنتابع. يوم الأربعاء الماضي جرت بملعب مولاي رشيد بالعيون مباراة مولودية العيون وأولمبيك مراكش. المباراة تميزت بسيطرة الفريق المحلي وفوز الزوار بهدفين مقابل هدف واحد. باقي التفاصيل مع محمد بتاح ونيمة مغفري. مولودية العيون يستقبل أولمبيك مراكش، والسؤال المطروح ماذا يحدث للفريق رغم الأداء الجيد في كل المباريات؟ نتابع هنا أهم فرصة، ولكن هذه المحاولة بواسطة اللاعب منير تعرف احتجاج فريق مولودية العيون، ونترك القرار للمختصين هل هناك ضربة جزاء أم لا بالعرض البطيء. اللاعب منير وعلى غير عادته يضيع هنا فرصة سانحة للتسجيل. الضيوف أول محاولة تحمل الجديد لفريق أولمبيك مراكش بهذه الكيفية، وهدف أول للزوار في هذه المواجهة. فريق مولودية العيون الذي حاول في أكثر محاولة اللاعب المحجوب فهاد وكذلك منير الذي كان خطيرا طيلة أطوار هذه المقابلة. نتابع هنا بعض المحاولات الجادة لفريق مولودية العيون والتي ستحمل الهدف التعادل للفريق بواسطة اللاعب عمر، وفرحة مستحقة للاعب وكذلك للاعبي فريق مولودية العيون والطاقم التقني للفريق. بعد ذلك ستتواصل الهجمات والأداء المميز لفريق المولودية. هنا عمر الذي يرى كم من لاعب في اتجاه المحجوب لمويسي، ولكن اللاعب منير يحاول والمدافع يخرج الكرة للزاوية. إذن دفاع فريق أولمبيك مراكش تحمل
عبء هذه المواجهة التي كانت يعني الكل من تبع هذه المواجهة كان يراهن على أن الفريق سينتصر بحصة ثقيلة. هنا محاولة في الشوط الثاني بواسطة هشام الذي فعل كل شيء إلا تسجيل الهدف الثاني لفريقه. ودائما عندما تضيع يسجل عليك الفريق الضيف الذي ركن للدفاع مع بعض الهجمات المرتدة والتي كانت خطيرة على مرمى الحارس زهير. نتابع هنا المحاولة التي ستحمل الجديد وهو منعرج هذه المواجهة بعد طرد اللاعب عبد الفتاح الموسوي والإعادة تظهر ذلك. إذن نقص عددي لفريق مولودية العيون يستغله الفريق الضيف من أجل البحث عن الهدف الثاني الذي لم يتأخر وهدف ثاني ونقاط ثمينة للزوار. وفريق مولودية العيون عليه مراجعة الأوراق فأداؤه جيد لكن ينقصه متمم للعمليات لينهي بعد ذلك الحكم توفيق القرار عن نهاية هذه المواجهة بتفوق الزوار بهدفين مقابل هدف واحد. إذن برسم الجولة العاشرة لم يستطع فريق شباب الساقية الحمراء والآخر الفوز في مقابلة ضد سريع ود زم حيث انتهت بالتعادل السلبي 0-0. للمزيد في روبورتاج محمد بتحوني ما المغفري. فريق شباب الساقية الحمراء يستقبل برسم الدورة العاشرة فريق سريع ود زم هذه المقابلة التي قادها الحكم عبد الكبير بولحجار من عصبة الجنوب. أصحاب الدار منذ الدقائق الأولى فرضوا سيطرتهم ولكن المحاولات الجادة في البداية كانت للفريق الزائر بهذه الكيفية وتألق الحارس عبد الجليل لبدع. إذن فريق شباب الساقية الحمراء كانت له مجموعة من الفرص كما هو الحال بواسطة اللاعب الأنيق يعقوب الذي يراوغ ويحاول ولكن الحارس يتدخل في آخر لحظة لتتواصل بعد ذلك هجمات فريق شباب الساقية الحمراء. آدم في اتجاه اللاعب عزيز أنس وقذف بواسطة اللاعب أسامة والمدرب علوات الذي تابع المقابلة من المدرجات. الشوط الثاني المحاولات كانت للفريق المحلي لكن دون جدوى. نتابع هنا هذه الكرة التي عرفت يعني هجوم مرتد لفريق سريع ود زم لكن الحارس يتدخل كما هو الحال في هذه الكرة. الفريق الزائر اعتمد على الهجمات المرتدة لكن وجد حارس متألق الذي حافظ على نظافة شباكه طيلة دقائق هذه المقابلة رغم المحاولات الجادة للفريق الزائر سريع ود زم. فريق شباب الساقية الحمراء كانت له كذلك مجموعة هنا بواسطة اللاعب الناجم لكن الحارس يتألق فريق وسريع ود زم الذي حافظ على نظافة شباكه كذلك من أجل الحصول على نقطة ولما لا الحصول على 3 نقاط بواسطة الهجمات المرتدة لكن الحارس لبدا كان نجم هذه المباراة تنتهي بالتعادل السلبي 0-0. ليحتل بذلك شباب الساقية الحمراء الرتبة 15 ب8 نقاط. مولودية الداخل انهزم خارج القواعد ضد أولمبيك مراكش بهدفين دون مقابل وفريق مولودية أسا تفوق على مولودية العيون بهدفين مقابل هدف واحد. الظروف المناخية ساهمت في عدم إجراء مجموعة من المواجهات حيث تعذر على فريق شبال تعاون الوصول لمدينة طاطا لمواجهة الشباب المحلي بسبب انقطاع الطريق بين مدينتي قليميم وبوزاغارن إضافة إلى مقابلة جمعية حوزة سمارة ومستقبل المرسى لعدم صلاحية الملعب وعدم حضور حكام مقابلة شباب الوطية وجوهرة ودنون بسبب سوء الأحوال الطقس مما حتى مع حكم مقابلة أولمبيك فوس بكرة ونجم شباب المرسى الاستعانة بحكام من عصبة الصحراء. هذه الأخيرة عرفت تفوق الفريق الفوس فاطي بحصة 3 أهداف مقابل هدف واحد. عودة مع زميلين محمد بتاح ونيمة المغفري وملخص هذه المواجهة. الجولة الثامنة من مباريات القسم الوطني الثاني حملت مباراة محلية بين فريقي أولمبيك فوس بكرة وفريق نجم شباب مرسى. أول الأهداف لفريق أولمبيك فوس بكرة بواسطة اللاعب عبد الله الداودي. الكرات الثابتة شكلت الخطر على مرمى الحارس بنور هنا بواسطة اللاعب بدر أمامها تعليمات المدرب جواد منير وحيرة رشيد جبرو عن فريق نجم شباب المرسى.
والتي ستستمر بعد هذه الكرة، تبادل كروي بين لاعبي أولمبيك فوس بكرة. عدد كبير من اللمسات بين لاعبي الفريق، والتي ستحمل الجديد هدف رائع لفريق أولمبيك فوس بكرة، وهو الهدف الثاني للفريق في هذه المواجهة التي كانت ضد فريق نجم شباب المرسى. تبادل كرة بين اللاعبين، واللاعب هنا يسجل الهدف الثاني لفريقه بهذه الكيفية. فرحة اللاعبين والطاقم التقني واللاعبين كذلك لأولمبيك فوس بكرة. هنا المحاولة التي ستحمل الجديد، ضربة جزاء سيعلن عنها حكم المقابلة بعد هذه الركنية لفريق نجم شباب المرسى الذي تحرك من أجل تعديل هنا العارضة تنوب عن الحارس ياسين. نتابع هنا المحاولة التي سيعلن على إثرها الحكم عن ضربة جزاء لفريق نجم شباب المرسى، ونعودها لكم بالعرض البطيء ونترك الحكم لأصحاب الاختصاص. ضربة جزاء انبر لها بنجاح اللاعب موسى بالخير، وهو الهدف التاسع للفريق في بطولة هذا الموسم. رشيد إزاحان واللاعب بدر بالعجفة، وهدف ثالث لفريق أولمبيك فوس بكرة، وهو الهدف العاشر في بطولة هذا الموسم مقابل 10 أهداف في الشباك و10 نقاط لكلا الفريقين. هنا رغم المحاولات لكلا الفريقين فالجولة الأولى انتهت بتفوق فريق أولمبيك فوس بكرة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. رغم المحاولات الجادة لكلا الفريقين في الجولة الثانية النتيجة لم تتغير، ليواصل نجم شباب المرسى نزيف النقاط ليبقى على نقاطه العشر رفقة فريق أولمبيك فوس بكرة وشباب طاطا الذين من جراء لعدم حضور الحكام، وكذلك مقابلات شباب طاطا ضد أشبال التعاون ومقابلات جمعية حوزة السمارة مستقبل المرسى، هذه المقابلات لم تجرى. إليكم مشاهدي الكرام الآن النتائج الكاملة للقسم الوطني الثاني هوات مرفوقة بالترتيب وبرنامج الدورة المقبلة. والآن إليكم النتائج الكاملة للقسم الوطني الأول هوات مرفوقة بالترتيب وبرنامج الدورة المقبلة. نظمت عصبة الصحراء لكرة القدم بمعية الإدارة التقنية الوطنية دورة تكوينية لفائدة مدربي كرة القدم داخل القاعة، استفاد منها 26 مدربا ومدربة. كيف مرت هذه الدورة التكوينية لجبهة الورقة التي عدها زميل محمد بتاع؟ الأسبوع الماضي تميز بإجراء الدورة التكوينية الأولى من نوعها بالأقاليم الجنوبية لمدربي كرة القدم داخل القاعة الذي أشرفت عليه الإدارة التقنية الوطنية بمعية اللجنة التقنية الجهوية لعصبة الصحراء لكرة القدم. هذا النشاط الذي استفاد منه 21 مدرب ومدربة احتضنته القاعة المغطاة العودة، وكان بمثابة فرصة للمدربين للاستفادة من تجارب المكونين إضافة إلى الإعداد العلمي المناسب للحصول على رخصة دي الخاصة بكرة القدم داخل القاعة التي ستمكنهم من قيادة فرق هذا النوع الرياضي الذي انتشر بكل أقاليمنا الجنوبية، إذ أصبحت عصبة الصحراء لكرة القدم تتوفر على 37 نادي. وتعتبر هذه المبادرة بمثابة قيمة مضافة للمدربين في كافة الأصعدة وخاصة في كرة القدم داخل القاعة لتوفر البنية التحتية اللازمة بكل مدن الصحراء. ليوازيها وفرت الخبراء المتكونين الذين بإمكانهم إعادة الممارسين وفق أسس علمية
تساعد على إبراز مواهبه. ننتقل الآن مشاهدي الكرام إلى التظاهرة الخاصة بالقنص والرماية بسلاح الصيد، حيث أنه احتفالا بعيد الاستقلال المجيد نظمت جمعية واد بكراع للقنص والرماية بسلاح الصيد تظاهرة رياضية في فن الرماية يوم الأحد الماضي بمنطقة سلبال وقع بنفوذ جماعة بكراع. تظاهرة رياضية لتنظمها من أجل تقنين هذا تطوير هذا الرياضه في رمايه الصحون الطائره، وكذلك تنحاولوا ناثروا كاع الرماة والممارسين على هذه الرياضه باش نحافظوا على البيئه، وذلك من خلال الحفاظ على الوحش اللي غادي في الانقراض وتنظيم تظاهرات في هذه الجهه هذه من اجل الرفع من المستوى ديال الرامي هنا في هذه المنطقه هذه. ركوب البل والشارع من هواياتهم اللي يمارسوها للصحه. احنا ضريك طورناها شوي وعادت ينقال لها الرمايه بطريقه نتاع صريه يقير ما نتمزرعوا عن عوايدنا اللي احنا بهم، وطورناها شوي ونحاولوا بما يمكن باش اللي كامل من اهل هاي الاقاليم الجنوبيه مهتم بهذا النوع يتصل بينا وينضم لنا باش يمكننا نعاونوا في رفعها لاكثر ان شاء الله. إلى رياضة فنون الحرب وبالضبط رياضة الكاراتي، حيث نظم اتحاد المدربين الفيدراليين للتايكوندو مشاهدي الكرام للتايكوندو بالأقاليم الصحراوية بالعيون، نظمت تظاهرة في رياضة البومسي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. تميل جمعية الطموح للرياضة ونشكر جمعية اتحاد المدربين الفيدراليين على هذا الستاج ديال بومسي، ونتمنى يتكرر دائما. جينا اليوم نشاركوا في مسابقة في البومسي، من ونشكر الأساتذة المنظمين لهذا المسابقة ديال بومسي، ونتمنى تمتعوا دائما باش نشاركوا فيها، ونشكر اتحاد المدربين الفيدراليين. منتمي لجمعية نجوم حي الوحدة، وتنشكر اتحاد المدربين الفيدراليين للتايكواندو بالأقاليم الصحراوية اللي نظموا لنا هذه البطولة ديال بومسي، تنشكر جميع اللجنه اللي نظموا هذا البطوله. نظم اتحاد المدربين الفيدراليين للتايكواندو بالاقاليم الصحراويه بمناسبه عيد المسيره الخضراء المضفره بنادي امل العوده للرياضات تظاهره رياضيه بمشاركه عده من الانديه وباشراف الاستاذ الشرفي اسماعيل، وتم بعد ذلك التوزيع على الأندية الأوائل بالكؤوس وعدة من الشواهد. إذن نرحل إلى رياضة التايكوندو، حيث نظمت جمعية أبطال العالم الرياضي للتايكوندو تظاهرات بتنطان تظاهرات دورية المسيرة للصغار. باقي التفاصيل مع عمر ميرا وعبد الرحيم حجي. استعداداً للمنافسات والتظاهرات المبرمجة للموسم الرياضي الحالي لرياضة التايكواندو وتحضيراً لأبطال هذه الرياضة، احتضن بهدر الشباب المسيرة بالطنطان دورياً للتباري والمنظم من طرف نادي العالم الرياضي للتايكواندو. التظاهرة الرياضية التي عرفت مشاركة 80 مشاركاً ومشاركة يمثلون أندية محلية وأخرى وافدة من مدينة قليمين. المنافسات امتدت على مدى ساعات، هو زمن برنامج اللجنة المنظمة لفئتي الصغار والشبان في صنف التباري، تميز بمستوى جيد قدم من خلاله المشاركون عروضا تعكس مدى المستوى الذي وصلت إليه هذه الرياضة بالطنطان وقليميم، والتي ستكون فرصة للأطر والمدربين لاكتشاف أبطال الغد وتطوير أدائهم التقني والبدني لانتقاء أجود العناصر التي من شأنها أن تمثل هذه الرياضة بمستوى يليق بالصورة التي كرست رياضة التايكواندو بالأقاليم الصحراوية وحضورها المتميز في مختلف التظاهرات جهويا ووطنيا وكذا دوليا في مواعيد عدة. إذن سيد عبد الرحيم إغيري، كلمة أخيرة قبل نهاية هذه الحلقة. تنظن باش ما ننساوش نشكروا نادي أشبال بلدية العيون على تنظيمه
السباق الوطني بين الجهات اللي دار العدو الريفي بين الجهات اللي كان يوم 22 في هذا الشهر، وكان تنظيم محكم بشهادة الجميع، وكما كنتمنى التوفيق للعصبة والأندية التابعة للعصبة على النتائج اللي حصلنا عليها، لان تقريبا جل السباقات حطنا الصفوف الاولى وحطنا الصف الاول في الصغيرات حسب الفوق. اذا كان هناك عمل اللي كنشكو عليه الانديه والمدربين ديالها، لان الحمد لله هذا كان واحد امتحان ديال العصبه، عرفنا المستوى ديالنا، لان شافكنا مع اربعه العصاب اللي هي عصبه مراكش تنسيفت وعصبه قلميم السمارة وعصبه سوسماسه درعا، وبالاضافه للجهه المنظمه اللي عصبه عيون بوجدور زقن، وحط لنا صفوف متقدمه. اذا كنشكرهم وكنهنيهم وكنتمناهم صح المزيد من العمل والاجتهاد، باش لان تابعنا استحقاقات اخرى في مدينه اكادير هذا الاسبوع، سباق بين المناطق كذلك، وسباق كذلك الاسبوع اللي من بعده في مدينه مراكش، الشيء اللي جعلنا باش ان شاء الله باش نحصلوا على النقاط باش نتاهلوا المشاركه في البطولات الفيدرالية الوطنيه. وشكرا. حظ موفق سي عبد الرحيم اخري. سي يوسف النبوي، كلمه اخيره قبل نهايه الحلقه. اولا كنشكر ساكنه مدينه العيون على الكرم الضيافه كما كانت تعهد في هذه السنوات. انا كنجي مدينه العيون واللجنه المنظمه ديال نصف ماراثون مدينة العيون، واللي صراحة كتجمعني معاهم دابا علاقة علينا عائلية، واللي كنبغي نقول لأن السمي ماراثون مدينة العيون عنده مستقبل، ولكن اللي كنطلب من اللجنة المنظمة ومن المنتخبين ومن السلطة أنهم يدعموا هاد الناس دعم مادي ومعنوي، باش هما يحاولوا يديروا واحد الماركتينغ للماراثون على طول السنه، ماشي غير في المغرب، يستقطبوا عدائين هواة الماراثون، ماشي لان السباقات على الطريق ماشي اتليتيزم، فهي سباقات اجتماعيه ديال الناس اللي كيبغوا يفوجوا على راسهم، وكاينين الناس الهواة ديال هذا يحاولوا يستقطبوا هاد الناس اللي كيجوا من اوروبا وحتى من المغرب كثار، انهم يجوا يشاركوا في مدينه العيون، ونحاول نوصلوا ان شاء الله لواحد لاماس ديال 5000 6000 مشارك اللي كتجي برا مدينه العيون، حتى لامباكت ايكونوميك على مدينه العيون تبان في هذه المناسبه هذه. وهذا ما نتمنى دائما ان تخلق مثل هذه التظاهرات الرياضيه الكبرى اشعاع لمدينه العيون وللتعريف بهذه المدينه الجميله. مشاهدي الكرام، لم يبق لي الا ان اودعكم وان اشكر ضيفي بتواجدي معي في حلقه الليله، السيد يوسف النبوي متخصص في انظمه المواقيت في السباقات الدوليه، وايضا السيد عبد الرحيم اغيري مدير تقني لعصبه جهه العيون بجدر السخياء الحمراء. اذا بنفس الحراره مشاهدي الكرام اشكركم على طيب المتابعه، انقل اليكم تحيات طاقمين التقني والفني الساهر على اعداد هذه الحلقه، في الاخراج سعيد أذنيبة، وفي الإعداد عبد الله الشهيد. هذه فاطمة الزهراء الفحصي تحييكم. لولا ما خلقت شمس ولا قمر ولا نجوم ولا نور يا حن ولا قدم ولا نجوم ولا لوح ولا لوح ولا لوح I'm not done.